امنه بقره يو هذه عيال حفره جنب الواد. باي المدرسة وآخر عام ينجح يلمكنسة زحن فاكون سمع فاسة لسقط تنعيش فلا بركاسة 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 شبعني الوالد ملاسة 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 شبني في باب الحراسة والدي سقع المؤسسة خسرت فلوسي في الكراسة بونور فايق نقلب على الفطور وآوي الدر باقي في الكوزينة ندور ناري روطان وخرش بالفطور باينة غنى قاز الصور للأسف تشنج عضالي تراكم حمد واباني والمدير قد رآني وباسمي قد نداني مشينا الإدارة تاني وهناك عقاباني قال لي شوف والدي كدروكا سني التزام تاخد ورقة أغضب تخرج للزنقة بغيت ننسى شريت بربوقة عاود تبعت ليها قاقة صدقت في حكاية دقيقة رسالة واضحة القراية حاجة مليحة تنقاز الصورة فاضحة قرا مزيان تسد وظيفة تخدم شي مينة شريفة عتزوج دري ظريفة وداعني يا مدرسة وداعني يا مدرسة من بعد 15 عام ديال المحين تحن سيرة وقت السماح العاقة والو الحمد لله جبنا الكريطينة وتمنوا جميع الناس حضروا هاد الكريطينة اللي هي الباك الناس اللي عودوا العام نقولوا لهم بالتوفيق حلاوة الباك في عامين الناس اللي عندهم استدراكية الله يوفقهم الناس اللي نجحوا الله يجيب لهم التيسير شكر كبير المودمين اش بلاك كاع العشرة اللي عاونونا باش نوصلوا هذا الميساج ديال الدراسة حاجة مليحة الحمد لله مهم وهذا خوكم امنير السلام عليكم.